باكورة المدارس الكردية في دمشق الشام، جامع السادات المجاهدية، المدرسة المجاهدية البرانية الشافعية. أوقفها لوجه الله تعالى الأمير الكردي مجاهد الدين بازان بن مامين أبي الفوارس، أحد مقدمي جيش الشام، وذلك في العهد السلجوقي، أي قبل دخول السلطان نور الدين محمود لدمشق وبعده. وتقع المدرسة المجاهدية البرانية أو ما يسمونه اليوم جامع السادات المجاهدين على عتبة باب الفراديس الدمشقي، وعلى عتبات الجامع الأموي شمالا ضمن أسوار مدينة دمشق القديمة. وكان هذا الجامع بالماضي اسمه المدرسة المجاهدية البرانية الشافعية. يوجد لوحة رخامية مركبة فوق باب المدرسة ما نصها جامع السادات المجاهدين، وهذه التسمية غلط، والصحيح هو المدرسة المجاهدية البرانية الشافعية، ولا أدري من أين جاءوا بهذه التسمية الخطأ ومن أي مصدر تاريخي تم استيفاء ذلك، وهذه مغالطة تاريخية يجب التنويه إليها في غمار هذا البحث. وهذا لعمري خطأ مضاعف من دائرة الأوقاف بدمشق بوضع لوحات جدارية على الأوابد التاريخية والأثرية من دون بحث وتقص للحقيقة التاريخية للبناء، وأتمنى تغييرها إلى المدرسة المجاهدية البرانية. ذكرها الشيخ عبد القادر النعيمي بكتابه الدارس في تاريخ المدارس، وفي سياق كلامه عنها بأنها المدرسة المجاهدية، وإن واقفها لوجه الله تعالى هو الأمير مجاهد الدين بازان بن مامين الكردي أبو الفوارس، أحد مقدمي جيش الشام في العهد السلجوقي، أي قبل دخول السلطان نور الدين لدمشق، وكان نائبا لنور الدين في مدينة سرخد مدة، وكان شهما شجاعا كثير البر والصدقات والصلات، وهو أيضا واقف المدرسة المجاهدية الجوانية بالقرب من المدرسة النورية بدمشق في عام 549 للهجرة، ما ندعوه اليوم جامع القلبقجية حاليا. أما مدرسته المدرسة المجاهدية البرانية الشافعية والمتاخمة لباب الفراديس موضوع بحثنا هذا، فقد أوقفها سنة 538 للهجرة، أي قبل 11 سنة من تاريخ إنشاء مدرسته الجوانية، وبها قبره هنا، وكانت وفاته بداره في صفر من سنة 554 للميلاد الموافق 1159 للميلاد، فحمل إلى الجامع الأموي وصلي عليه ثم أعيد إلى مدرسته ودفن بها داخل باب الفراديس، وتأسف الناس عليه رحمه الله تعالى. ونوه فضيلة الشيخ عبد القادر بن بدران في منادمة الأطلال صفحة 147، ووصف لنا حالها في بداية القرن العشرين، أي أيام وجوده بدمشق في عام 1919، فقال: هذه المدرسة موجودة، غير أن الناس غيروا اسمها ورسمها، أما الاسم فهم يسمونها الآن جامع السادات، ولا أدري لأي سبب أخذت هذه التسمية، وأما رسمها فقد اختلس المختلسون أطرافها والباقي منها مسجدها، وفي صفتها الشمالية قبور، وساحتها موجودة، وبالجانب الغربي منها طباق للسكن بالأجرة، وبالزاوية الشمالية الشرقية منها منفذ يصل إلى تلك الدور للسكن. وأيا ما كانت فإنها تقام بها الصلوات الخمس بجماعة، وتصلى بها الجمعة،
وهي ملاصقة لباب الفراديس مشهورة. وليت المدارس التي ابتلعها المختلسون بقيت مثل ما بقيت هذه المدرسة. وقال بدران: على بابها حجر كبير قد نقش عليه أن الذي بناها بازان بالباء الموحدة والزاي ثم ألف ونون، بازان بن ياسين بن علي بن محمد الخلالي أو الخلالي بالخاء المعجمة الكردي بأمر أمير المؤمنين. ولعل شيخ بدران قد أخطأ بالقراءة، وذلك بأن بازان بن ياسين وهذا خطأ، ويجب أن يكون بن مامين وليس ياسين. والخطأ الثاني الخلالي أو الخلالي بالخاء المعجمة وهذا خطأ أيضا، يجب أن يكون بن محمد الجلالي. هذا ما ورد عند النعيمي وعند ابن شداد الكردي. أما الدكتور أسعد طلاس فقد وصف لنا حالها في سنة 1942 للميلاد، ووصف المسجد الذي يسمونه العوام من أهل الشام بمسجد السادات المجاهدية بالعمارة الجوانية، وهو في الحقيقة المدرسة المجاهدية البرانية التي بناها الأمير مجاهد الدين كما أسلفنا سابقا. ونضيف هنا أنها لصيق باب الفراديس أي باب الخواصين قديما، وقد جعلت اليوم دورا ولم يبق منها إلا جزء بسيط من صحنها، وبها غرفة كبيرة جعلت اليوم مسجدا يسمى بمسجد السادات المجاهدية، لأن في الجهة الشرقية من المسجد يوجد أربعة قبور تسميها العامة قبور السادات، ولعل من بينها قبر مجاهد الدين نفسه. وهذا ما تبقى من المدرسة الجوانية البرانية، المدرسة المجاهدية، هو الجدار الخارجي والمئذنة المجددة في العصر العثماني. وهذه رسمة لبازار في دمشق بريشة الفنان جوستاف باورفيند في عام 1890. هذا باب الفراديس كان ينسب لكوكب عطارد يمثله رسول الآلهة الإغريقي هرموس، وهو نفسه إله التجارة والنقود وحامي الطريق عند الرومان ميركوري. ومن المحتمل أنه بني على أنقاض الباب الآرامي القديم وجدد في عهد نور الدين محمود زنجي، كما يوجد في على الباب لوحة جددها الملك إسماعيل الصالح إسماعيل ابن الملك العادل بن أيوب في سنة 639 للهجرة. ويقع الباب على الجهة الشمالية من سور مدينة دمشق، وسمي بالفراديس جمع فردوس لكثرة البساتين المحيطة بتلك القرية، قرية الفراديس، ورياضها والغيض الغناء المحيطة بها، ليحمل اسم باب الفراديس أو باب العمارة بالقرن الثامن الهجري بالقرب من عمارة الأخنائي، فغلب عليه هذا الاسم باب الفراديس. ويسمى أيضا باب السلسلة لربطه الدائم بسلسلة حديدية ضخمة جدا تجمع بين مصراعيه، ويتألف من بابين داخلي وخارجي، غير أن النقش الخارجي المؤرخ للباب في ساكفه عند الباب الداخلي مطموس وغير مقروء، ويبلغ ارتفاع الباب حوالي 4 أمتار و30 سنتي وعرضه 350 سنتيمتر، ولا يزال مصفحا بالحديد وموجود حاليا في سوق العمارة إلى يومنا هذا، وتحيط به المحال التجارية من جهته الخارجية والمنازل من جهته الداخلية. أقول هنا: وما زال المسجد المدرسة قائما يوحد الله تعالى حتى يومنا هذا، وقد صليت الظهر فيه بشتاء عام 2007، وقد أرشدني قيم المسجد إلى القبور الموجودة هناك،
وأفادني أن القبر الشمالي هو قبر الأمير مجاهد الدين بازان بن يامين الكردي. ولكن للأسف الشديد هذه القبور محشورة خلف بنيان المسجد بدون عناية أو رعاية أثرية، ومهملة بشكل مريب لا تليق بمكانة هذا الأمير الكردي الشهم. وكانت هناك روائح كريهة تنبعث من مكان المراحيض والمطاهر بدون عناية، رغم خرير المياه الجارية بجانب التربة. وثمة وجود أعمدة حجرية صليبية توأم بجانب بناء المطاهر، ومتوجة بتيجان بازلتية منحوتة بشكل دقيق وجميل. وعند سؤالي القيم عنها فلم يجب لعدم معرفته بأصلها، ولا أحد من الجيران يعرف مصدر هذه الأعمدة. تذكرت فورا ما ورد في كتاب الآثار الإسلامية بمدينة دمشق بوجود حجرة مربعة كبيرة بالمدرسة المجاهدية، نصفها الأعلى ناقص ومعاد بناؤها، وفي وضع منتصب بارتفاع تقريبا نصف متر عن سطح الأرض، وبالقرب من باب المحراض الواقع في زاوية صحن المسجد، استخدم في هذا البناء حجارة مأخوذة من بقايا معبد جوبيتير، وفي إحداها كتابة يونانية وثقها الأستاذ خالد معاز ودولوريه الفرنساوي، ونشرت في مجلة سورية في عام 1925. وتحتوي الحجرة المذكورة أيضا نصا كتابيا لم يبقى منه إلا نهايته اليمنى، وهو مؤلف من 5 أسطر باللغة اليونانية، وقد اكتشف هذه الكتابة الدكتور وينر في بداية 50s القرن العشرين. ولم يبقى من بناء المدرسة سوى الباب الذي يطل على سوق العمارة، وفوقه ساكف حجري منقوش بالكتابة المؤرخة كما ورد عند الشابي ما نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بعمارة هذا المشهد المبارك الأمير الأجل الإسفهلار الكبير المخلص المختار الموفق السعيد المقبل مجاهد الدين جمال الإسلام صارم الدولة حصن الملة والأمة مجد الملوك ثقة السلاطين ظهير المجاهدين شرف الأمراء أعز الخواص أبو الفوارس بازان من مامين بن علي بن محمد الكردي الجلالي ناصر أمير المؤمنين طلبا لثواب الله وابتغاء مرضاته، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. وذلك في سنة 38 و5 مايا. والذي يفهم من الكتابة المحفورة على أسفكة عتبة باب المدرسة أو الجامع أن عمارة المدرسة تمت قبل دخول الملك العظيم والسلطان العادل نور الدين زنجي الملقب بالشهيد إلى دمشق بسنوات عديدة. هذا من جهة. من جهة أخرى نلاحظ ما سبق أن كل من أرخ لدمشق يدعو هذه المدرسة أو هذا الجامع باسم مختلف. فقال الشيخان النعيمي والعلموي، قال: هذه المدرسة المجاهدية البرانية الشافعية، طبعا وهو الأصح. الشيخ بدران قال جامع السادات. الدكتور أسعد طلس قال مسجد السادات المجاهدية، بينما دائرة الأوقاف الإسلامية بدمشق بموجب اللوحة الجدارية المثبتة فوق المسجد نصت على جامع السادات المجاهدين. وعموما فإن المسجد مجدد بالكامل مع حرم بيت الصلاة والقبلية، ومطعمة جميعها بالرخام والمزيك الجميل المزخرف من الباب حتى المحراب، وقد قامت على تجديده لجنة أعمال صيانة وترميم مساجد دمشق القديمة والتابعة لوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف دمشق
بالإضافة إلى المديرية العامة للآثار والسياحة في عام 1898 للميلاد. ولكن بصراحة لم ينتابني أي شعور قط أني أقف أمام صرح تاريخي هام جدا وقديم موغل في القدم، تعود جذوره إلى العهد السلجوقي والنوري على حد سواء، مما أفقد هذا التجديد الحديث جذوره التاريخية. طبعا مع جزيل الشكر لمديرية الأوقاف دمشق والمدير العام للآثار ووزارة السياحة على هذا الجهد الجيد المبذول لإحياء هذا الصرح التاريخي القديم والقيم بتاريخ مدينة دمشق. هذا ما قدموه الأكراد لدمشق. إذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب حتى أتمكن من تزويدكم بالمزيد منها، فلا تبخل علينا بذلك، وشكرا سلفا.